إذن مشاهدينا الكرام، تتواصل الأشواط المميزة، هذه الأشواط القوية الرائعة في سن الجذاع. وبالفعل يحضر الجناس والطباق هنا بالفعل في سن الجذاع، يكون الإمتاع حيث بذل الجميع كل ما يملكون من مستطاع، وتحقق في نهاية المطاف هذا الإبداع. الشوط السابع ينطلق، شوط مخصص للجذاع البكار، وجائزته سيارة، وبينما الجوائز النقدية من المركز الثاني وحتى المركز العاشر الزميل يزيد بن سعيد الجهني متواصلا بالتعليق على هذا الشوط. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحفل الكريم، مشاهدين الأعزاء، نجدد لكم اللقاء والتحية والاحترام في هذا المساء الجميل في هذا اليوم، يوم الخميس 23 من شهر يناير لعامنا هذا 2014، في مساء الرموز ومساء الذهب. في هذا اليوم شوطنا السابع أعلنت انطلاقته قبل لحظات، وسابع تحدياتنا في ميدان التحدي من سباق سمو أمير البلاد المفدى سيدي سمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني في مهرجان كبير. مشاهدينا الأعزاء، ننطلق إلى المركز الأول ونتابع مقدمة هذا الشوط، وها هي منوى على المركز الأول، تعود ملكية منوى لهجن الشيحانية المغمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. في هذه اللحظات مشاهدينا الأعزاء، شعار الجزيرة من فازت بالشلفة الذهبية في مقدمة هذا الشوط، أوصاف بتحدي كبير مع شعار هجن العاصفة هنا مع مقدمة الشوط، المضمر الواثق حمد بن راشد بن غدير، بينما شعلة وصلت على المركز الثاني، شعلة بدأت تشعل المنافسة، شعلة بدأت تشعل نار التنافس في هذه اللحظات بشعار هجن الرياسة مع المميز مبارك بن أحمد بن مطر الخيالي. يا سلام، ها هي منوة على المركز الثالث، ها هي منوة تقدمت على المركز الثالث بمنافسة الداودية وتواجد الداودية في هذه اللحظات لهجن الشيحانية، وضيفة على النداء بشعار هجن الشيحانية مع الذهبي سالم بن فاران المري. وفي المركز الخامس شعارات جديدة تدخلت، شعارات جديدة في هذه اللحظات، وهذا مشاهدينا الاعزاء شعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد ال نهيان، هملوله قادمه، ايضا هذا شعار حظى برمز في سن اللقايه القعدان. مشاهدينا الاعزاء، المضمر محفوظ الخميس الجنيبي، مشاهدينا الاعزاء، اوصاف، وها هي اوصاف، ها هي اوصاف في مقدمه الشوط، شعله اوصاف الداوديه الشاهينيه، هملوله، اسماء كبيره، سلالات غنيه عن التعريف، شعارات انجزت دائما. 1500 متر، 1500 متر في هذا المساء، 1500 متر في الستة كيلومترات، شعلة من تشعل نار المنافسة، شعلة في شعار الشعلة، شعلة شعلة في شعار هجن الرياسة مع المميز مبارك بن أحمد بن مطر الخيالي. الداودية على المركز الثاني، الداودية لتنافس الداودية لهجر شيحانية الذهبي، 1200 مشاهدين الأعزاء، 1200 يا مشاهدي قناة الريان، بتحدي كبير، بتحدي مميز، أوصاف صامدة صمود الجبال السود، أوصاف خطيرة لهجن العاصفة المضمر حمد بن راشد بن غدير. الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الثقيل، يا سلام، بدأت شعلة مع الكيلومتر الأخير، أوصاف انطلقت في هذه اللحظات بعرض تلقائي، وهناك الشاهينية من الجانب الآخر لهجن الرياسة. يا سلام يا سلام يا سلام، الشاهينية وهذه السلالات القوية الأصيلة، انطلقت الشاهينية مع راشد بالسم المنصوري، ينطلق في هذا المساء، يتميز في هذا المساء دائما وابدا مع شعار هجن الرياسة في دولة الإمارات العربية المتحدة. مشاهدينا الاعزاء، شعله على المركز الثاني للتعزيز في هذه اللحظات مع الشاهينيه، المركز الثالث اوصاف، ايضا اوصاف خطيره، ولا سلام،
العنود قادمة في اللحظات القاتلة، العنود لشعار هجر شيحانية، العنود لشعار هجر شيحانية في هذا المساء. ولكن الشاهرية، الشاهرية اللحظات الأخيرة، الشاهرية فازت لهجن الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وندفها للمضمر راشد بسم المنصوري. والنقطة الخامسة لهذا الشعار في هذا المساء، تهانينا للمضمر راشد بن محمد بسم المنصوري. مشاهدينا الاعزاء، ها هي لحظه الفوز، ها هي لحظه الانتصار. المركز الثاني وصلت العنود لهجن الشيحانيه، المركز الثالث من وصلت شعله لهجن الرئاسه، والمركز الرابع جواهر لهجن الرئاسه، والمركز الخامس هملوله لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد ال نهيان. او وصلت حلف في المركز الخامس لهجن العاصفة، تهانينا والناموس. الشاهنية فازت بهذا الشوط وتهدي السلام إلى هجن الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة. التوقيت الزمني لحظة الوصول 9 دقائق بدون ثواني، 40 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثاني من وصلت العنود لهجن الشاحنية بتوقيت زمني ومقدار 9 دقائق و60 جزءا من الثانية. المركز الثالث من وصلت في هذه اللحظات، وها هي الشاهنية أو شعلة بهجن الرئاسة وتوقيتها الزمني 9 دقائق و72 جزءا من الثانية.